أيها الأحبة، نتحدث في هذا اللقاء المبارك في أفياء سورة من سور القرآن، سورة هي البلسم لكل الآلام، لكل المحزونين، لكل المظلومين، لكل من سحت دموعه ألماً وحزناً وتسلط عليه الخلق، أقول له صبر جميل والله المستعان. ما أجمل أحبابي أن نعيش مع القرآن وأن نتأمل في هذه السورة التي ما نزل في كتاب، ما أنزل في كتاب سماوي، سورة يوسف وقصة الكريم ابن الكريم كاملة إلا في كتابنا، إلا في القرآن المجيد. ولذلك أيها الأحبة، هذه السورة كانت تقوي معاشر الأحباب جناب التوحيد، وتعلم بعدها أن عاقبة الأمور للمتقين، وأن العاقبة بيد رب العالمين، وأن الأرض لو اجتمعت على صعيد واحد يريدون أن يكيدوك وأن يجروا مدامعك وأن يلحقوا بك الضرر، والله رب الأرباب جل وعلا لا يريد ذاك لك، والله لن يصلوا إليك بجمعهم. وإذا أراد الله جل وعلا لك شرًا، وهو لا يخلق الشر المحض سبحانه، حتى الشر من الله خير، لأنه سبحانه يجعل في أوساط المحن منحًا وفي أوساط الآلام آمالًا. أقول: لو أرادك الله بضرٍّ ما ردك أو ما رد عنك الضر الخلق ولو اجتمعوا على صعيد واحد. الوقت الذي معي على أذان العشاء أنتقل إلى مدينة جيزان، ولذلك اسمحوا لي أن أستعجل في وقفاتي مع سورة يوسف. هذا النبي الكريم، ابن النبي الكريم يعقوب، ابن النبي الكريم إسحاق، ابن خليل الله، ابن خليل الرحمن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. العجيب أن الله أخرج من صلب يعقوب والد يوسف ابن إسحاق، أخرج من صلبه عليه الصلاة والسلام من الأنبياء ما يزيد عن 124,000 نبي. وشقيق إسحاق الأكبر إسماعيل، ما أخرج الله من صلب إسماعيل إلا نبياً واحداً هو نبيك عليه الصلاة والسلام. لكن نبيك عليه الصلاة والسلام الذي هو ابن إسماعيل ابن إسحاق ابن إبراهيم هو سيد ولد آدم على الإطلاق. فارفع رأسك واشرح بذلك صدراً، فأنت من أمة وسط وأمة شاهدة على الأمم، ونبيك والله ما وطئ الثرى بخير منه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أعود إلى نبي الله يعقوب مع نبي الله يوسف. أول القصة تقول، يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. أما ترون أن جحا وحماره وأحاديث ألف ليلة وليلة والأحاديث اللي قبل المنامات، وكان يا مكان في قديم الزمان ولد ياكل بيدجان، ما أدري إيش القضايا التي أشغلنا الجيل بقضايا وقصص حتى تخدر وصار إلى الحمق والغباء أقرب. أين نحن من قصص القرآن التي وصفها الله أنها أحسن القصص؟ من الذي اجتمع مع أبنائه في ليل جميل وقال: أبنائي إليكم قصة يوسف، ولو جلست عاماً كاملاً تخرج من قصة يوسف كل يوم فائدة لانتهى العام، والله وما استطعت أن تنتهي من نصفها. قصص عجيبة، قصة واحدة لكن خباياها وفي أعطافها وثناياها أنوار الوحي، أحسن القصص. ولذلك إذا قيل لك القصة هل تنفع؟ نعم، هي جند من جند الله ومما عز الله به محمد عليه الصلاة والسلام. قصة خليل الرحمن وهو مع النمرود، قصة خليل الرحمن مع أبيه، قصة خليل الرحمن مع أهل حوران عندما نظر إلى الشمس فقال، عندما رأى القمر بازقا قال: هذا ربي. القصص كثيرة. قصة موسى مع فرعون والتي تقلبت في القرآن كثيرا وفي كل وقفة معها هدايات عظيمة. إذن
فلنعد للقرآن الوقفة الأولى ونقصه من جديد على أبنائنا. بعض أبنائنا لا يعرف قصة البقرة، مع أن سورة أطول سورة في كتاب الله سميت بها، لا يعرف قصة ذو القرنين، لا يعرف قصة النملة، ولا يعرف قصة العنكبوت، ولا يعرف قصة قارون، ولا يعرف عن لقمان شيء، مع أن القرآن قص أخبار القوم حتى نثبت به فؤادك. القصة الموقف الثاني، إذ قال يوسف لأبيه، وقفة، يوسف يتكلم مع أبيه، يوسف ليس بينه وبين أبيه حواجز، يوسف يقص لأبيه كل أخباره. وكم من ابن خائف من أبوه، خاف يقول أبوي أنا رأيت كذا، أو في واحد قال لي كذا، يعطيه كف يوصله الحدود، صحيح؟ يقول الابن أصلاً الشرهة مو بعلي، الشرهة علي أنا يوم أسألك. ولذلك يعيش بعض الأبناء لا يعرف آباءهم عن أخبارهم شيء، كلما قربت من ابنك قص لك ابنك الخبر، يا بني، وهو يقول يا أبتي، ما أجمل النداء، والله أعذب ما فيه، ونبوك ويقول هذا يا أبتي، وهذا يقول يا بني. ولذلك يوسف عندما قص خبر عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا قصة الرؤيا، معنى ذلك كان يثق في عقل أبيه لأنه نبي، ويثق في علم أبيه وحكمة أبيه، ويثق في ردة فعل أبيه. ولذلك ترى في مشاكل يعيشها بعض أبنائنا، في أبناء يتحرش بهم، يتحرش بهم بس ما يقولون لآبائهم. لو قال لأبوه فلان تحرش بي، قال لوك رجل لكنك أنثى، لو كنت رجلا لدافعت، فيسكت المسكين، فيقول أواجه مصيري في الحياة وعسى الله يعين على نكباتها. ما أجمل أن يكون بجوار الابن والده، يا أبتي. الوقفة التي بعدها، إني رأيت 11 كوكبا، هنا الرؤية. الوقفة الثالثة تقول الرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذلك هنا وقفة، كل من صدق في اليقظة صدق في المنام. إني رأيت، كم واحد منا يرى؟ طيب لماذا ما تحققك الرؤى؟ واحد يقول أنت ستملك مالا كثيرا، وستبني بيتا فسيحا، وتتزوج بامرأة حسناء، ويتلفت الرجال إلين كل الظروف المحيطة ما تنبئ بشيء. أحد أسباب أن الرؤى لا تصدق هو عدم صدق الإنسان في اليقظة. اكذب في اليقظة تجيك رؤى ما شاء الله كلها جميلة، لكن ولا يرسم لها في الواقع شيئا. ولذلك بعض الناس يري عينه ما لم ترى، والحبيب يقول من أرى عينيه ما لم ترى يا كلف أن يعقد بين شعيرتين من عذابه يوم القيامة، وما هو بفاعل. حسن، حديث حسن. لذا أقول الرؤيا حق. والحبيب عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه بعد كل صلاة فجر يعرضون اعرضوا علي رؤاكم، وكانوا يعرضونها. لكن هنا وقفة، من الذي نسأل عن الرؤى؟ يا أبتي إني رأيت أحدا، هل ذهب لأنه أبوه، ولا لأنه يعرف أن أباه نبي؟ وكل الأنبياء يفسرون الرؤى، لماذا؟ لأنها جزء من أجزاء النبوة. فإياك أن تذهب برؤياك إلى رجل إنما هو يخمن. تلاحظون بعضهم يتصل عليه، أنا رأيت فحلا من الإبل يلحق بي، أعداء يطاردونك، قطط تلتف بي، أعداء من الأقرباء يقاتلونك، حية تحت أعداء سيلدغونك، وما عنده الله يحفظه في جانب القطط، وهذا إلا أعداء يلحقون بك يهرشونك. وإذا شاف قال أنا رأيت نخلا وزرعا، قال خير عظيم لا تنسانا من فضل الله إذا أتاك. التعبير الرؤى ليس تخمين، تعبير الرؤى علم. ولذلك قال الملك في سورة يوسف أفتوني في رؤياي. الرؤيا فتوى. ولذلك بعضهم ما شاء الله يرقي بعدين يعبر الرؤى بعدين يبيع عطارة، يبيع عسل وحبة سودة وشوي بوابة ما تنتهي. ليس شرطا أن تكون ترقي أن تعبر الرؤى. صحيح أن الممسوس والمعيون رؤاهم دائما تدلك، مو شرط أنني أستطيع أن أعبر الرؤى. فاحذر أن تعبر، واحذر أن تعرض رؤياك على من لا يعرف عنه التعبير. وتعبير الرؤى شيء غير العلم، يعني قد يكون فقيه، قد يكون محدث، قد يكون مفسر، لكن ما يعبر الرؤى. علماء الأمة الكبار كانوا يعتذرون عن تعبير الرؤى،
تجي لعالم من العلماء يقول لا أعلم ولا ينقصه، هذا من جلالة قدره أني لا أعلم. ولذلك أيضا بعضهم يقول هل تتعلم الرؤى؟ صاحب ملكة التعبير ممكن يتعلم، مثل الشاعر، واحد ما عنده أمل ما يفرق بين الشعر والشعير ويقول لي بقول لي معلقة. يا حبي أنت اللي تعلقت بها، ولا تعلق الأمة معك، الله أنت ما عندك موهبة الشعر، هذا في الشعر، فكيف بالرؤى؟ بمن يقول والله ضبط الإيقاع مفاتيح الرؤى. جميل أن تتعلم بشرط أن يكون الإنسان عنده الملكة، الله أعطاه مفاتيح لها. ولذلك تذكرون أن بعض الأئمة عندما قال أحدهم أني أذنت يا إمام، قال تحج هذا العام. ليه؟ وأذن في الناس بالحج. وجاء واحد قال أنا أيضا رأيت أني أؤذن، قال أنت سارق، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم أنت حرامي. وكلهم مؤذنين يا شيخ، ما الفرق بين أذان هذا وذاك؟ فرق. وآخر يأتيه يقول أنا تواقد النار في محلي، له محل بضاعة، ورأيت النار، قال أبشر برزق وفير. نار؟ قال نعم، لأنك رأيت النار في الشتاء وهي تتدفى. واحد قال أنا والله رأيت المحل يحترق، قال راحت تجارة كلها لأنها في الصيف، ما حد يتدفى في الصيف. الله يجزاك خير. هذه من مفاتيح الرؤى. أنا لست معبر، لكني أقول يا مؤمن إني رأيته، فلا تعرض رؤياك وتقول لي أحد إني رأيته إلا إذا كان له في الرؤى. الوقفة الرابعة، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. يعقوب لهم زوجتين عليه الصلاة والسلام، زوجة أنجبت له 9 من الولد، وزوجة أنجبت له 2، والزوجة الثانية أبناؤها يوسف وبنيامين، وأبناء العلات بينهم العلات اللي هم والدهم واحد وهم أبناء نساء شتى، أبناء يعني الإخوة من الأب، أحيانا يكون بينهم من الغيرة الحسد، وقد يكون أحدهم أجمل من أحدهم في أخلاقه في حكمته في علمه، قد يكون في ابن من أبنائك موهوب، وإذا أقبل هذا الموهوب حافظ واحد أقبل حافظ قرآن يقول يا أبوي أنا وصلت آل عمران، والثاني جاي الشرطة تقول مكسر زجاج الجيران، وش بترى يعني بترحب بالاثنين؟ سترحب بالاثنين؟ واحد مكسر قزاز واحد حافظ قرآن؟ بلا شك الأب أحيانا يميل قلبه مع صاحب الموهبة من أبنائه. وكان يعقوب للمعلومية، يعقوب لم يخرج من صلبه من أبناء الصلب إلا يوسف النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول كيف يفعلون ذلك وأصباط وهم كيف يكونون أنبياء؟ الراجح أنهم لم يكونوا أبناء إخوانه، لم يكونوا أنبياء، النبي هو ثم تناسل من يعقوب، من يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، تناسلوا أنبياء بني إسرائيل. يا بني لا تقصص رؤياك. وهذا فيه الوقفة الخامسة، أن نعم الله إذا اختفت عندك فليس من الحكمة أن تظهرها للناس إلا لرجل يبرك ورجل يفرح، فرح النعمة كأنما حلت عليه. واحد تقول أنا ما شاء الله بشرك، طلع اسمي في الصندوق العقاري وشريت أرض وبتزوج الأسبوع الجاي. بعضهم يقول اهب ول يا أخي ما لقاها إلا أنت، الناس في هم وغم وأنت النعم الله تقول كأنها مطر تتراءى عليك، وش لماذا تخبره أصلا؟ لكن واحد يحبك، عمك أخوك، الله يجعل أقل ما أعطاك ربي هذا أقل ما تملك، الله يبارك لك فيما رزقك، والله يا أخي إن النعمة اللي حلت بك كأنها حلت بي، يستاهل تعلم هذا. وللمعلومية النوعية هذه قليل أندر من الكبريت الأزرق والأحمر والأصفر. ولذلك إياك، بعض الناس يفتخر بما وهبه، وبشرك أبنائي حفظ القرآن وسناقلين البيت جديد والولد قبل دكتوراه وهذا بيا زوجه. يا أخي الحبيب، الناس اللي مات يوم الجمعة حسدوه، قالوا ما لقى إلا يموت يوم الجمعة، والله الحظ مو بحظي يا أخي، ميت الله يجزاك خير، ما تركوا من مات في يوم الجمعة، فكيف بمن تتابعت عليه النعم؟ إذن لا تقصص رؤياك. وبعض النساء تقول زوجي سكر، وهي تقصها لبنت عمها وتقول ذيك زوجي يجيب السكر، يعني يجيب المرض، ثم تقص عليه ودانا ومشانا وغير الذاب وبنغير وبسرمك وبنشتري،
يا أخيتي اسكتي فلا تقصصي نعم الله على عدو أو على حاسد أو على قليل الإيمان. قد يكون ما تقص الخبر على أختها، أختها نعم يمكن أختها زوجها سيء ثم تغار منها وينقلب الغيرة إلى الحسد. إذن لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهنا انظر إلى جمال توجيه الأب لما قال لا تقصص رؤياك، لأنه رأى الشمس والقمر والكواكب 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له، رأيتهم لي ساجدين. الرؤيا عبرها، معناها عز وقوة وعلم وسؤدد وانتشار خبر ورفعة ويسجدون يخضعون له. قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يعني ترى إخوانك إذا علموا سيكيدونك، وترى يا بني لو كادوك بسبب الشيطان. انظر إلى فقه يعقوب مع يوسف، ما قال له تراهم هم فيهم خبث، تراهم حسودين، مثل بعضهم يقول انتبه من إخوانك والله ما فيهم سالم كلهم خربانين، ولا يا أخي الحبيب لا تفسد ما بينه وبين إخوانه، لكن انسب الشر إلى الشيطان، الشيطان هو اللي بيوسوس لهم يا يوسف. ولذلك يا بني لا تقصص رؤياك. وهذا منهج في التربية، ألا تفسد العلائق بين الأخ وإخوانه. ووقفة أيضا قبل أن أنتقل من الآية، كل من تزوج وعدد لا بد أن يزن إيقاع الرضا في قلوب أبنائه، لأن أحيانا بعض الزوجات تحزن قلب الابن على أبيه، شف شاري لهم سيارة وإنما شرينا، شف وداها لأهلها وإنما ودينا، شفت الكيس اللي معه هذا كله أكيد ألعاب وطعام وبسكوت وهو كله بصل، معني ما جاب شيء جديد وجايب لها أمس الكيس قبله، لكنها تحزن القلب. شف الليلة هذه ليلتي وتأخر، ويوم كان ليلتها بكر، وتبدأ الابن يسمع، فلربما خرج بعض حب أبيه من قلبه. فنقول لأحبابنا اللي عددوا وأعانكم الله، أضبط إيقاع المحبة في قلوب أبنائك. وأنا أوصيكم اللي ابتلي بالتعدد أن يجمع أبناءه على مائدة الغداء كل يوم، العشاء كل يوم، لا يفصل بينهم. النساء قد يتفرقون لكن أبنائك لا يتفرقون، خلهم عندك وبين يديك، وحبب هذا في هذا، واجعل الكبير يرحم الصغير، واجعل الصغير يحترم الكبير، حتى يكون بينهم مودة. بعد ذلك قال الله كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الاهتمام بتربية أبناء، أحبابي أبنائنا كلهم نبغاهم أطباء، وكلهم نبيهم مهندسين، يعني قد يتميز واحد في الطب، واحد في الهندسة، واحد في العلم، واحد في الفقه، واحد في التفسير، واحد قاضي، واحد معلم. لذلك في بعض أبنائنا عندهم مواهب، إذا لم ننمها قتلنا المواهب في نفوسهم. تصدقون بعض الأبناء موهبته في 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 الفرائض، في الرياضيات، في الحفظ، لكن وين راحت؟ حافظ أغاني، حافظ أناشيد، حافظ قصص، حافظ كلام منزوع الدسم كله. وهذه الحافظة لماذا ما استغليناها من بدايتها؟ كم من شاب يستطيع يحفظ القرآن في عام واحد؟ بل أعرف شباب حفظوه في 9 أشهر، لأن الآباء رعوا أبنائهم. كذلك ليجتبيك، أنت نبغاك تجتبيه من أبنائك، تقول هذا الابن بتعب عليه حتى يكون من علماء المسلمين، هنيئا لك، واتعب معه وروح معه للجامع واحفظ معه، عسى الله أن يخرج من صلبك هذا الابن. أيضا من الوقفات، الإخوة يوسف لمحوا تقدير يعقوب لابنه. هل هذا ظلم؟ هل هذا ظلم من يعقوب عندما فضل يوسف؟ هو ما فضل في العطاء، ما فضل في العطاء، لكنه يرضى عليه دائما لحسن عقله وجمال تدبيره. وهذا شيء لا أملكه، مثل الآن اللي أصحاب النساء عند زوجة زوجتين ثلاث يميل القلب مع واحدة، لماذا؟ لمثلا لجمال أخلاقها، عذوبة روحها. حبيبنا كان يحب عائشة أكثر من نسائه ويعرفون ذلك، لكن ما كان ظالم. هل كان ظالم يعقوب؟ لا والله ما كان ظالم، كان الميل الفطري، لكن الأخوة ما رضوا على أبيهم أن يميل ميلا فطريا.
ولذلك قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وقد وما صدقوا، ونحن عصبة، نحن أكثر، نحن تسعة. القرار هنا قال اقتلوا يوسف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ناس عينوا خير، أخوكم اقتلوا. وهذا دليل على أن الحسد قد يوصل بالحاسد أن يفكر في قتل المحسود، نعم، وعلى سحر المحسود. السحر غالبا من يسحر؟ سحر الصرف، الصرف يصرف الإنسان عن عقله، عن تجارته، عن بيته، عن عمله. معظم من يعمل سحر الصرف حسده، ولذلك الله جمع بينهما في آيتين متجاورتين في سورة الفلق، ومن شر النفاثات في العقد، ثم قال ومن شر حاسد إذا حسد. غالبا الحاسد يسحر، الحاسد يكيد، الحاسد يقتل، الحاسد يؤجر من يؤذي. لماذا؟ لأن الحسد جمر. والحبيب قال إن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار، نيران في الصدر، تأكل النار الحطب. وهنا وقفة، أول ذنب عصي الله به في السماء الكبر والحسد، أسجد فما سجد. فلما أنزل في الأرض أول جريمة روجها الشيطان على أديم الأرض جريمة الحسد، فحرك قلب قابيل على هابيل، إخوان أشقاء من بطن واحدة، كيف يقتل قابيل هابيل؟ لأنه قال له الشيطان انظر لما تقربت بالصدقة ما قبلها الله، فلما تقرب هو بالصدقة قبله الله، لا أقتلنك، حول ولا قوة إلا بالله، فقتله وأصبح من النادمين. هنا إخوة يوسف اقتلوا يوسف. ولذلك بعض الإخوان يا أيها الآباء حتى لو كانوا إخوان من أم وأب، إذا ما عدلنا بينهم في العواطف قد يخرج أخ يكيد الأخ الثاني، وقد يحصل مصائب في البيوت. والسبب أن الأب إذا دخلنا عبودي قال الله يخلي لي عيوني، والثاني رجليك الله يحفظك، كلهم عيونك الله يثيب. والقلب يا أخي الحبيب يسع الجميع، ولا تثني على أحد دون الآخر، ولا تعلن حبك لآخر لشخص، هذا ولدي مو بنت، احذر، واحذر في باب المقارنات بين الإخوان. في بعض الإخوان الكبير، ما تلاحظون يا اللي عندهم آباء، الكبير دائما حقل تجارب تربية، حقل تجارب، نضرب الكبير البكر، نضرب فيه ونكسر راسه، وعيب عليك، ولا تخرج ولا تدخل ولا. ورقم سبعة أبوه يلاحقه الله يجزاه خير، ها هذاك أول الله يحفظه، هذا اللي عذب أبوه، ذاك أول ذاك معذب من أبيه، خطأ كبير. ولذلك أحبابي أقولها ولا تخافون كثير، إذا أخطأت في تربية ابنك الكبير ومت أنت، دمر الابن الكبير إن لم يتق الله إخوانه اللي تحته، يأخذ أموالهم، عند اللعة بابا أوريك، ها جاء الحساب في يوم الحساب الآن. فاحذر وتوازن وأعطي المحبة بجرعات متوازنة، حتى لا يقولوا مو قالين اقتلوا، لكن ماذا يقول؟ اخنقوا، وممكن يخنقه. ولذلك لماذا بعض الأخوة إذا ضرب أخوه يضرب ضربا مبرحا كأنما يضرب عدوا له؟ أما ترى أن الرحمة نزعت من قلوب بعض الإخوان على إخوانهم؟ يا أبوي كيف تضرب أختك الصغيرة؟ لماذا تضرب أخوك الصغير هذا الضرب؟ لماذا هذا الركل؟ أنت في الثانوي وهو لا زال في التمهيدي أو في أولى، حرام عليك. ما يقدر يقول لك وش كنت تسوي فيني يوم كنت صغير، ها؟ يقول بعضهم لكن ما ينطق بها. لذا أقول اقتلوا يوسف إشارة تربوية إلى كل أب أن يوزع الرحمة والمودة والعناية بين الأبناء بالتساوي قدر الإمكان. في قلبي ما هو مكان لابن أخليه يحاول بيني وبينه، بيني وبينه، وإذا كنت بيني وبينه أقول ها ما تروح تقول لإخوانك أبوي ضبط لي السورة هذه أو جلس، لكن في العطية طبعا يجب أن يكون العطية واحدة. بعد ذلك قال يخلو لكم وجه أبيكم، قال وتكونوا من بعده قوما صالحين. يقولون اقتلوا يوسف وبعدين توبوا إلى الله توبة نصوحة، ما شاء الله. ايش رأيكم في التوبة هذه يا شيخ؟ توبة تعقب الجريمة. وهنا أخذ الفقهاء قالوا إن من قال أني أجرم وأعتدي
وأرتكب كبيرة ثم بعد ذلك أتوب، توبته فاسدة وباطلة. مثل بعضنا في رمضان الجاي يقول، نقول له الآن، قال الحين بخربها لين يجي رمضان، خلى يا ناس بيجي رمضان الحين، وإذا جاء رمضان توقفنا عن كثير من الآثام نفسدها في شعبان. والوعد بإذن الله أول أيام العيد نوريك نصوم حتى عن الصلاة، نقول صيامك لربما مردود وطاعاتك مردودة، ونكون من بعدها قوما ما تصير. لا، لا يجوز للعبد أن يذنب ثم يبيت التوبة بعد الذنب، فالتوبة هنا فاسدة. الإنسان يذنب وقد ذهل عن التوبة ثم لما تذكر قال إني تبت الآن، لا حرج. لكن ولذلك قال بعضهم ايش يقول، إذا واحد يقول اصدمه، ائذه، اظلمه، اسحره، خذ من ماله، وبعدين باب التوبة مفتوح، ما شاء الله، هذه التوبة فاسدة. فاحذر يا عبد الله أن يسول. بعضهم يقول خذ من مال فلان رجل تاجر، وبعدين ترى رجال حبيب، وإذا قلنا له تبنا إلى الله بيبيحنا، وما تب فلان ما أباحك، يلا سددها عاد، حلها يوم القيامة، القصاص من الحسنات. أعود فأقول، قال أيضا، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، وهذا على نسبة قلوب الإخوة وقلوب الأبناء الرحمة فيها متفاوتة. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، مع أن الشروع في قتل، ولا لا شروع في قتل، لأنك ستلقيه في حفرة، هل سيخرج؟ لا تدري. هل القعر بعيد؟ لا تدري، يرتطم رأسه في حجر ويموت، إذن شروع في جريمة وكأنما هي القتل. بعد ذلك تأتي الحيلة على أبيه، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. هم يعرفون من أبيهم أن أباهم يعرف حيلهم. وهنا لحظة، ترى بعض الأبناء يظن أبوه غبي ويقعد يسوي على نفسه فهولواه كذا، وها ويبدأ يقص على أبوه قصص، ترى أبوك فاهمك يا حبيبي لكن بس طفشان من الكلام، والله أبوك عارفك، والله والدك مو بغبي، أبوي أبو 50 ريال عشان مطلع مع الشباب وبنروح، كله عارف كذب في كذب وعارف، لكن أحيانا ترى يعطيك يبغاك. ولذلك ليس الابن البار من يلح على أبيه، ولذلك قال بعض أهل العلم إن الإلحاح على الأم والأب كبيرة، لأن الرأي الأول لا أبغى أذهب، أبغى أروح، أبي أغير الجوال، لا هذا رأيهم، برهم أن تبقى على لا الأولى، لكن ها الدندنة هذه والحنة هذه لا بروح بروح أعطني أعطني، هذه كبيرة، هذه معصية، لأن بعدين يقول رح الله لا يردك، أعوذ بالله، وقد ما يردك، الله لا يوفقك، أعوذ بالله، قد لا يوفقك، رح بس حل عني، فكني من شرك، حسبي الله عليك، الله حسيب عليك. البار منا يقرأ في عيون أبويه يريدون أو لا يريدون، ما يسألهم، البار يقرأ الأفكار قبل نطقها. ولذلك ما لك لا تأمنا على يوسف، ثم قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. لماذا حركوا يرتع ويلعب يلعب عند يعقوب؟ لعلم يعقوب باحتياج الصغير إلى اللعب، وهذا من أكبر الطرق التي توصل تربية العقل والوجدان للابن أن يلعب. ولذلك بعضنا الآن ما تلاحظون، اجلس يا ولد، اجلس يا ولد، اجلس يا ولد، خلك عاقل. كيف عاقل؟ عمره 6 سنوات يبغى يصير أبو 60، اصبر، هذه مرحلة يا أخي الحبيب، عقله كله أن يلعب وأن يصعد على الكنب ويقفز من فوق الثلاجة ويكسر اللعبة ويرمي الكوب ويسكب الماء ويسكب المرق ويضحك وتضربه ويضحك ويهرب، هذه جمال الطفولة وعذوبة البراءة. أنا لين نقتل أبناءنا ونقتل براءتهم؟ لماذا اجلس يا ولد وكف وبقس وركلة يا أخي قتلتوه؟ دعه يلعب. ولهذا بعض الأبناء عنده فرط حركة، عنده قوة، فرط الحركة تساوي ذكاء زائد غير مبرر غير أنت ما جبت له ألعاب زي الناس لازم يكسر، طيب أنت ما جبت له ألعاب وشاركته في اللعب ولذلك لازم يطق أخته يضرب أخته. لذلك اللعب والمرح إذا قغتلناها في الطفولة خرج منا أبناء مشاكسين معاندين. ولذلك يا أن يلعب معك
وعندك ولا بيلعب برا وأخشى عليه. ولذلك قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وهنا أتوا إلى أبيهم، لما؟ لأن أباهم كان رحيما. والله يا أحبابي تسمحوا لي، أنا أب مثلكم، والله إن الرحمة حتى في قلوب الأمهات والآباء بدأت تقل. والله إنك ترى بعضهم يسحب ابنه سحبا، وإذا خالفه ركله وضربه حتى أن قلبك يدمى وتحزن. يا أحبابي أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ بعض الأمهات ينام طفلها من كثرة الضرب، نام من كثرة الضرب حتى مسكين تعب والتصق بالأرض ونام. أي رحمة؟ أين الرحمة؟ أين الرحمة؟ أدخل الله الجنة أم قسمت تمرة بين بنتيها في حديث عائشة، لأنها رحمتهم، أسكنها الله الجنة. ارحموهم، نعم نحتاج إلى حزم في التربية، لكن نحتاج إلى رحمة. قسى ليزدجروا، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. لابد من رحمة. والله إن أبناءنا اللي فشلوا في الزواج، إن زوجت ولدك الكبير وفشل، معظم آثار فشل في الزواج أن ما رأى نماذج في البيت صح، ما شاف أم وأب يتراحمون، ولا رأى أم وأب يتوادون، وما رأى في صغره الرحمة صارها. ودائما ولدك نفس صورة كربونية لك أنت يوم أن ربيته، كنت تأخذ العقال وتجلد، فعلا بيصير عقاله أكبر من عقالك شوي، مرعز ويجلد فيه جلد، ويقول يا أخي الأبناء الصبر عليهم عناء. والله أن الصبر عليك أنت عناء. ولو أن بعض الآباء، يقول أحدهم كان عندي ابنة أخي، بنية عمرها 6 سنوات، وهذا عمها، وكان عمها رحيم، وكان والدها هادم اللذات مفرق الجماعات. فقالت يوما رأته يضم أبناءه عمها، فأتت إليه فضمها، فقبلت قالت عمي مش رأيك تصير أبوي؟ قال أنا عمك يا بنتي، أنا عمك مثل أبوك. قالت لا لا لا، أبوي نطلعه مع الباب وتصير أبوي أنت من اليوم. ماذا؟ كلام طفولة. وتصدقون بعض الأطفال وده يصير أبوه خاله ولا عمه، لكن ما يستطيعون أن يتحدثوا. أعود فأقول أرسله معنا، فدائما أرسله يلعب أو لاعبه. أجمل الدعابات أن تلعب ابنك. أنا والله ما تقدمت. طيب، بعد ذلك ذهبوا به وألقوه في غيابة الجب، وأتوا إلى أبيهم بقميص. وطبعا في قصة يوسف 3 أقمصة أو قمص، 3 من القمص. القميص الأول قميص البهتان، القميص الذي أتوا عليه بدم كذب. القميص الثاني قميص البراءة، قدت قميصه من دبر. والقميص الثالث قميص الشفاء والعافية، ألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. والحين نبدأ بالقميص الأول. دائما الكاذب لابد فيه حلقة من حلقات الكذب تفضحه. أتوا بقميص، قميص يوسف عليه الصلاة والسلام، لكن به دم ولم يمزق. أنتوا شفتوا ذئب أراد يأكل واحد، قال لو تكرمت اخلع القميص، ولا خلع الإزرار منه ثم بدأ يأكله. القميص لابد يكون مقطع والدماء حوله. لا، هم لما خلعوه أتوا بشاة فذبحوها ثم، وهذا أول خطأ. لكن الكلام مفضوح، الكاذب مفضوح. ولذلك يا أخي لا تصير ذكي جدا، لا يزال الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذاب أكبر المآسي أنه يصدق نفسه في مرحلة من المراحل. صدقون من بعض اللي كذبوا كذبة، صدقوا وصار يكذب كذبة ثانية عشان يثبت الأولى، والثالثة يثبت الرابعة، والمسكين هذا لا زال يكذب حتى كتب عند الله كذابا. الوقفة، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. الآية القصة، لاحظوا الموقف الجميل. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما معنى هذا؟ الأب اكتشف الخطة، سواء من نقص أحداثها قميص غير ممزق، أو بوحي الله أوحى الله إليه أنهم كذبوا. وش ما هو موقف يعقوب من أبنائه 9؟ هل أخذ العصا؟ هل قال اطلع برا؟ هل طرده من البيت؟ مثل بعضنا إذا أخطأ ولده قال برا، يا مسلم اتق الله، وين يروح برا؟ تبي يصير يبيع حشيش ولا مخدرات؟ وين برا؟
تطرد بيت ابنك من بيتك عشان غضب؟ يعقوب قتلوا ابنه وما قال إلا سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وأبقاهم في البيت. راح واحد ما بيهم يروحون كلهم، يا سلام على الأب يا شيخ، راح واحد وهو أغلاهم، لكن أفرق أسرتي؟ أشتت أسرتي أفرقهم؟ يكفي أنه واحد راح، صبر جميل، أي سأصبر على فراقه عسى الله أن يأتي به، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. دعا عليهم؟ لا، وهو نبي لو دعا لأجاب الله دعاءه، وكم واحد منا يدعو على أبنائه دعاء يحرق. صبر جميل، ثم قال صبر جميل وهو الصبر الذي لا شكاية معه. وترى بعضنا يقول والله يا شيخ صابرين إن شاء الله، لكن والله تعبتني إبر الأنسولين وعيوني ما أشوف فيها، وركبي يا شيخ الله، وأما ظهري يا شيخ لا إله، ويا شيخ يا شيخ يا دكتور يا دكتور، قاعد يشتكي ربي على الخلق، أعوذ بالله من هذا. ليس الصبر، الصبر الجميل الذي لا يسمع أحد من الخلق منك الأنين، حتى الأنين ما يسمعونه. ولذلك أحد السلف عندما دخل على عالم ورآه يئن يخفف الآلام قال إني أروي لك حديثا أن الملائكة تكتب أنين المريض، فقطع الأنين. والله ما أملي على الملائكة حتى أنين، حتى يكون صابرا. فصبر جميل، وأحد أسباب قصة يوسف انتهت بأجمل نهايات القصص بقدر الله العظيم الرحيم الودود الرحمن، أن يعقوب قال في أولها صبر جميل، مات ابنك صبر جميل، سحرت صبر جميل، قطعت أقدامك صبر جميل، رسبت في الاختبار صبر جميل، طلقت المرأة صبر جميل، مات كل الأبناء صبر جميل، والله المستعان. حتى تصبر، وإلا فإن القلوب تتفتت أحياناً من الآلام، لولا أن الصبر جميل وإلا والله إن القلوب لتسيل كما يسيل الدمع من العين، لكنك تتذكر أن أهل الجنة يوم القيامة الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، هناك تنتهي الآلام. وبشركم على باب الجنة تنتهي كل الأمراض والآلام والأحزان، وصبغة في الجنة تنهي الآلام كلها، فسر حتى تصل إلى هناك. بعد ذلك شروه بثمن بخس. الوقفة التي بعدها قال بعد أن اشتراه العزيز، والعزيز ليس فرعون، عزيز مصر هو وزير المالية الفرعوني، هو الخازن على خزائن الدولة الفرعونية، وكل من ملك في العالم القديم، كل من ملك أرض مصر فهو فرعون، وكل من ملك أرض الحبشة فهو نجاشي، وكل من ملك الروم فهو قيصر، وكل من ملك كسرى أو الفرس فهو كسرى فرعون. ولذلك فرعون يوسف هنا ليس هو فرعون موسى عليه الصلاة والسلام. أعود فأقول قال أكرمي مثواه، انظر التسخير، البداية، بداية التسخير هو في الجب وما مات، ويرسل الدلو ويتعلق به يكون وسيلة للحياة. وهذا الجب عندما خرج يوسف منه ماذا فعل؟ هل كان يتذكره؟ من أجمل ما قال المفسرون إن يوسف عليه السلام لما خرج من الجب رمى كل الذكريات الأليمة، وشرهه على إخوانه، وحقده على إخوانه، وظلمهم له، رماه في الجب وخرج بقلب سليم. وش رأيكم أن في شعبان وفي شهر رفع الأعمال، ما رأيكم نكون نحفر جبا؟ ولا مو بالجب، خله في الميفة، ما عندك ميفة يا شيخ، ما عندك ميفة حطه في الميفة وشب عليه، الله يجزاك خير، قبل ما تحطه أي ما أدري شو يحط في الميفة، لكن الخبز الفطير قبل أن تضع فيه طعاما ضع فيه الهموم والأحقاد والقطيعة حتى ترتفع أعمالك. ثم بعد ذلك قال أكرمي مثواه، وهذا تسخير، أكرمته، كان جميلا. قيل أن شطر الحسن كان في وجهه، لما؟ وكان أخذ الحسن من من؟ قيل أخذ الحسن والجمال من جدته سارة التي هي أم إسحاق، أم جده، جدته يعني جدة أبيه، فكانت جميلة جدا. وقيل أخذ الحسن من أمه حواء، فحواء أم البشر هي أجمل الخلق عموما. فلما دخل البيت هنا وقفة، راودته
التي هو في بيتها، في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. أحبابي، كل ظروف الجريمة ممكن تقع. لا رجل غريب وشاب وجميل وهي جميلة وهي تحميه، وغلقت الأبواب ودعته وتهيأت له، وش بقى؟ هنا تأتي المراقبة، هنا المراقبة. وشهر رمضان داخل، العبد منا أفسق الناس غالبا إذا فيه من أهل، إذا هو من أهل التوحيد في رمضان يصوم، ولو تقول له أفطر في رمضان وش يقول؟ أعوذ بالله يا شيخ، أستغفر الله وأتوب إليه، وأنت ما صليت في شعبان الله يجزاك خير. لكن رمضان يعلم المراقبة. وأذكر أني دخلت السجن يوما، وبشركم داعية ماني مسجون، لكن داخل واعظ أعظهم، فإذا رجل فيه من الإجرام ما فيه في الانفراد قد صايم يا أبو الشباب، قال أعوذ بالله أنا كافر رجل يا شيخ، قلت طيب عندك قارورة ماء؟ قال يا شيخ صايم صايم. وعليه 4 جرائم، أخفها سرقة وزنا وطعن وجرائم، صايم. قلت له طيب من يراك؟ ما حولك أحد. قال مطوع أنت صاحي أنت؟ يقول لي مطوع أنت صاحي، الله يراني. أنا أقول لنفسي وانت تزني ما كان يراك يا شيخ، وانت تسرق ما كان يراك. بلى، لكن رمضان مدرسة المراقبة. عندما تهيأت له قال عليه الصلاة والسلام معاذ الله. لاحظ، آتيناه حكم وآتاه علما، أعطاه والده في التربية تربية على التوحيد، أن الله يرى، أن الله سميع، أن الله رقيب، أن الله عليم، أن الله سبحانه ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. هل نحن يوم عطينا أبنائنا الجوال ربيناه كما يربى إسحاق يعقوب، آسف، إسحاق يعقوب، وكما ربى يعقوب يوسف؟ أم عطينا الجوال إذا كان يوسف عليه الصلاة والسلام مرة واحدة قالت هيت لك، فأبناؤنا في الجوالات في كل ليلة يقال هيت لك، ومع www. هيت لك، ومع كل صورة يوتيوب هيت لك، ومع الفيسبوك هيت لك، ومع تويتر هيت لك، ومع الواتس هيت لك، www داخل في غيابة الجبي، الجب مو بجب ذاك ها، وهيت لك. وكم من الأبناء قال معاذ الله. أما تدري يا ابن، أيها الأب، أنك دمرت أبنائك، عطيتهم جهاز اسمه جهاز، أنا أسمي هذا الجهاز، ما أبي أخرب التسجيل، الجهاز هذا اللي حولي هذا جهاز اسمه جهاز اختبار التوحيد. هذا مو ليس آيفون ولا جالكسي ولا آيباد ولا لابتوب، هذه الأجهزة اسمها جهاز اختبار التوحيد. أعطني، خلني أشوف الاستديو اللي عندك يا شيخ، أسرار يا شيخ. مش أسرار عليك، خذ جوالي وأعطيك جوالي، خذ جوالي وأعطي جوالك، أسرار. دخلنا في عالم، البعض منا إذا أراد أن يعصي ماذا يفعل؟ يناظر كذا، يتأكد الباب مقفل، يرمي الشماغ وبسم الله، لا باسم إبليس مو بسم الله، الله تدخل للحرام بسبب اسمه. ولماذا وقع البعض في جريمة الزنا وتم اقتياده في مراحيض الهوى؟ سببها أنه في الخلاء ما كان يقول معاذ الله، لأنه لا يعرف الله. أنا ما أتهم أبنائنا، لكن بعضهم ما يعرف الله، على الأقل في ذيك المرحلة، في تلك الساعة ما كان، غائب الوعي، سكران سكر الشهوة. نحتاج إلى أن نربي أبنائنا أيها الأحباب، ربوهم على أن الله يرى، معاذ الله. ثم قال إنه ربي، إنه ربي، الضمير هنا يعود إلى الله أو إلى صاحب البيت؟ بعض أهل العلم قال إنه ربي يعني العزيز، العزيز صاحب البيت، وهذا عرضه، يعني عيب علي، معاذ الله أستجير به وأعتصم من الزنا. ثم مع إنه ربي صاحب البيت، كيف أخونه؟ وقد قال لي يوم خرجت من البئر أكرمي مثواه، يقول أكرمي مثواه. لاحظ الكرم. ولذلك النبوة إيمان وتوحيد وأخلاق، ما تنفصل الأخلاق، لا تنفصل عن حالة الإنسان. أليس الزنا بحليلة الجار من كبائر الذنوب، بل عدها البعض من الموبقات، الزنا بالجارة، مراقبة عورة الجار. ليه؟ لأنك في الأصل مكان أمن لهم، وأنت تحفظ عرضهم كعرضك، فلما تخونهم تكون الجريمة أكبر، ويكون الرسول خصيمك يوم القيامة.
هنا قال إنه ربي أحسن مثواي. بعد ذلك هنا وقفة، دخول الرجال على النساء إما يجعل الإنسان يراود أو يراود. من اللي دخل البيت يا رجل؟ قال لا 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 هذا أخوي. اللي في البيت زوجتك وحدها، قال أبد، أخوي مثل عيوني أثق فيه. يا حبيبنا أن تثق في إبليس من تبتثق في أخيك. أخوك يقعد في المجلس الخارجي، نعم، ما يتعدى صالة المنزل، نعم، ابن عمك سمى الحبيب أخوك، وابن عمك وعمك وخالك سماهم الحبيب الموت، الموت. أرأيت الحمو؟ قال الموت، لأنه يأتي البلاء منه. وكم من خيانة داخل بيوت بعض المسلمين لما تهاونوا في دخول الرجل على المرأة، يقول له زوجة أخوي هذه مثل أختي. يا حبيبنا مثل أختك وجزاك الله خير، بس خلك برا الله يكرمك ويجزاك الجنة، ادع لها لا حرج، لكن لا تخلو بها. والله يا شيخ أنا يوم كنت صغير، أسألك سؤال، يوم صغير هي ربتني، طيب لو مات أخوك يجوز لك تتزوجها؟ طبعا يجوز، صح؟ إذن خلاص هي ما تحل لك ولا يجوز لك أن تخلو بها، لأنك قد تكون زوجا يوما لها، ممكن، والشيطان يأتي من هذا الباب. إذن إياكم الدخول على النساء، وإياكم والتساهل للخادم السائق أن يخلو. نحن لا نشك في نسائنا، نساؤنا الطهر والعفاف وقرة عيوننا وصالحات قانتات حافظات، بس ما نريد أن نهز الإيمان في قلوبهن والحياء بخلطة رجال. بعضهم موصل الطلبات بالدباب، ها شوية لو داخل بالدباب وسط، اصبر يا رجال ابن حلال، ويحاسبها وتحات وتعطي 50 وها وعطنا يا فلان، ها عطني الباقي، ها وتدخل يده ويدها عليها حنة وخواتم وخير وما أدري إيش، وهذا له سنتين 4 سنوات ما رأى أهله. نحن نجلب الفتنة لهن، فإياكم والدخول على النساء. بعد ذلك القميص الثاني هرب، وهنا وقفة، من أراد الهداء الخروج من الفتنة فليهرب عند وقوعها. البعض منا يسافر يا أحبابي، يسافر عشان الفتنة، يسافر حتى يفتن. لماذا تسافر يا أخي الحبيب؟ اجلس في وطن التوحيد أرض الطهر. هنا يوسف عندما تهيأت له وغلقت الأبواب فتح الباب وهرب، ولا ما هرب؟ هرب، هرب، فقدت قميصه من دبر. الهروب واجب. واحد نقول له أنت تبت من المعاصي، قال أبشرك والله كنت يا شيخ أشوف حرام وصور سيئة. طيب فرمت الجهاز؟ قال لا والله في كم صورة محتفظ بها. ليه؟ قال والله يمكن نحتاجها يوم من الأيام يا شيخ. الرجال هذا عنده مشروع انتكاسة، مشروع خيانة. من علاجات التوبة حتى تثبت فيها، اترك الماضي واهرب من الماضي واهرب من بيئة الحرام. بطل دخان وجالس بين اثنين يشيشون، يا حبيبنا الله يجزاه، وانا مطبطل معاه يا شيخ، ها ويقول تركت الشيشة وهو ينقل اللي يعطيه الحبايب اللي جنبه، ها ولا يقرب البكت والطفاية. تبي تتوب من الدخان، اهرب، اهرب من بيئته، اهرب من كل معصية. قدت قميصه من دبر، ثم اخرج الله رجلا من القصر وبرأه، برأه من الجريمة لأنها اتهمته، وهذا من كيدها. وكيدها إذا اجتمع كيدها مع كيد الشيطان في أول السورة، إن قال الله جل وعلا في أول السورة قال إن الشيطان للإنسان عدو، قال فيكيد لك كيدا إخوانه إن الشيطان. فالكيد قد يكون دائما مبدأ الشيطاني، لكن يكون بين الإخوان والآن يكون بين النساء. فقدت قميصه، القميص الثاني براء، برأوه. هنا موقف، لما علم العزيز أن زوجته راودت ماذا فعل؟ استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، لا تعودينها وادخلي داخل. وش رأيك؟ زوجة تخون زوجها وتغلق الأبواب على رجل أجنبي عنه، أحد أسباب ضياعها ضعف غيرة زوجها. ودائما إذا ضعفت الغيرة قد تنقلب بعض قلوب النساء. لماذا؟ لأن أتاح لها فرصة الخلوة بالرجل الأجنبي مثلا، رؤية الحرام. يعني بعض النساء تنظر ماذا؟ تنظر المصارعين، مصارع إكس لارج وما غطى إلا السوأة المغلظة، ثم هو ما شاء الله هو متمسك في وسادة في المجلس، ها أضربه، وهي ما شاء الله تحبو حتى وصلت الشاشة تشجع فلانا القوي مفتول العضلات.
وين الرجولة؟ ألا أترى رجلا غيرك؟ مثال هذا. لذلك أحبابي لا، ضعف الغيرة أحيانا سبب لضياع بعض البيوت. لا أدعو إلى الشك، ما يشك المؤمن في غافلة مؤمنة، والغفلة في المؤمنة الغافلات هذا وصف تكريم. المرأة ما تفكر في الحرام، والصالحات وهن الأصل، والأصل أنهن صالحات. لكن هنا دعوة عندما قال يوسف أعرض عن هذا، خلاص لا تفتح الموضوع، واستغفري لذنبك، هذا دلالة على أنها هل توقفت؟ لا، لا زال كيدها، لا زال كيدها به. هل عزل يوسف عن البيت؟ لا، لا زال يوسف في البيت ولا زال يخدمها. وهذا من البلاء، نبي يخدم في بيت، حتى تعلم أنك إذا أتتك ظروف الحياة وقل دخلك أو عملت عملا محددا أنت لا ترضاه، اصبر، فإن العاقبة للصابرين. هنا قال، هنا ابتدأت، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها. كم باقي على الأذان؟ 7 دقائق. طيب عشان نستعجل، النسوة التي اجتمعنا علم بخبر امرأة العزيز أنها تراود فتى، لكن هل يعرفون الفتى؟ لا، هي تغار عليه، لا يرونه، لكن لما اتهموها، وهذا دليل على أن بعض مجالس النساء، بعض وإلا إن شاء الله كثير من مجالس نسائنا فيها خير، وفيها ذكر، وفيها تسبيح، وفيها قرآن، ما فيها حش ولا فيها غيبة ولا فيها إلا خير إن شاء الله. لكن قد يكون يوجد في بعض النساء تبدأ تتحدث أحياناً عن الفاحشة، فبعضهن تتكلم عن إيش؟ عن ما وقع بينها وبين زوجها، أو تتكلم عن الأمور الفراش، وهذا من كبائر الذنوب. فسمى الحبيب الرجل الذي يصف امرأته للرجال أنه فعل أنه شيطان، وهي شيطانة. أعود فأقول، بعض النساء لربما بعض البيئات والجلسات تفسد الإيمان، ونخاطب أخواتنا الفاضلات، اجعلوا مجالسكن مجالس ذكر وخير، لا حرج من الدعابة والضحك، لكن لا يكون الكلام فيه عن الفواحش أو عن العورات أو عن جمال الرجال أو الحديث عن الوسيم منهم. بعضهن تمتدح مقدم، تمتدح منشد، تمتدح مغني، تمتدح لاعب، تبدأ تتكلم عن وعن وعن، وهذا يمرض القلب، وليس هذه بيئات طيبة ينبت فيها الحياء. قال نسوة، ثم بعد ذلك أخرجته عليهن فقطعن أيديهن، وذلك لجماله عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك خير بين أن يبقى في البيت ويرضخ لنزواتها أو يسجن. ماذا اختار؟ ماذا اختار؟ اختار حفظ العرض وحفظ الدين، مع أن السجن ظلم، ظلم، لكن يريد أن يحمي إيمانه ويحمي دينه ويخشى ربه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهذا دليل على أن الضرورات الخمس أهم في الحفاظ عليها من أي أذى يأتي الإنسان. بعد ذلك ابتدأ في السجن، دخل السجن ودخل معه فتيان. هل كان في السجن واقف من العمل؟ مسجون، كان داعية في السجن، وهذا دليل. ولذلك عندما قالوا إنا نراك من المحسنين، عندما سألوه عن تعبير الرؤى، كيف يرانا المحسنين؟ يصلي، يعلم، يدرس التوحيد، يعبر الرؤى، ينفعهم. ولذلك الإنسان مهما كان مكانه، قد يسجن الإنسان في دين حق الناس، صحيح؟ وتجلس سنة ما سدد عنك. هل هذه السنة من عمرك ولا ما هي من عمرك؟ من عمرك، اقضيها في الطاعة وفي تعليم الناس وفي تعليمهم القرآن وفي الصلاة بهم، وهذا قضاء الله، واصبر حتى يأتي الله لك بالفرج. ثم بعد ذلك نأتي بعد ذلك إلى تعبير الرؤى. فلما عبر الرؤى للملك أرادوا إخراجه، فلما أرادوا إخراجه ماذا قال؟ قال لهم، قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله. لماذا ما خرج يوسف؟ يوسف عندما عرض عليه الخروج ما خرج، لما؟ يريد البراءة، لا يريد أن يخرج حتى تعترف تلك التي أجرمت في حقه. لبث 9 سنوات، قيل 7 سنوات في السجن، مع ذلك قال أخرج ببراءتي. لماذا؟ لأنه سيخرج داعية، سيخرج أميناً، سيخرج وله صوت وله رأي، ولا يراد أن يقال أنه السجين فلان، إنما تعترف فاعترفت،
ولذلك قال: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، اعترفت أنا راودته عن نفسي. ثم قال: وإنه لمن الصادقين. بعد ذلك أخرجه الله منة بعد طول الآلام حتى وصل، فقال عندما أتى أمام الملك قال كأنه يقول أطلب، فطلب أن يكون وزيراً مالية. هل يجوز للإنسان أن يزكي نفسه ويقول ضعوني على خزائن الأرض؟ والرجل يقول اجعلني على خزائن الأرض. قال العلماء: نعم، إذا علم الإنسان في نفسه الكفاءة، وعلم في قلبه عدم الانقلاب، وعلم أنه إذا ولي من أمور المسلمين أمراً سيحفظه لهم أفضل ممن هو الآن قائم به، فليقل أنا لها. وهذا ليس من تزكية النفس، إنما هي من تحمل المسؤولية للحفاظ على ضرورات المسلمين. بعضهم يقول أنا أدير المدرسة هذه، أنا أديرها لا حرج، حتى أحفظ هذه المدرسة وتربية أبناء المسلمين، مع أني والله لا أريد الإدارة، لكن بما أنها شغرت ويخشى أن يأخذها رجل لا لربما ما عنده من الأمانة ما تبرأ الذمة به، أنا أتقدم. وهكذا أيضاً أي أموال أيتام، أموال الأيتام يحتاج تنمية وإلى رعاية، والله مشاكل يا شيخ، لكن أنا سأتولى أموال الأيتام، أخشى أن يأتي عم أو خال ويفسد عليهم أموالهم، فأنا أتحمل ولا حرج. هنيئاً لك. بعد ذلك نصل إلى آخر القصة، لأنها بعد ذلك أيها الأحباب يأتي إخوانه ويأتون إلى أبيهم. ثم بعد ذلك الحيلة الجميلة التي فعلها يوسف، أخذ أخوه بنيامين، قال إني أنا أخوك، طمأنة، ثم وضع الصواع في رحل أخيه. هنا وقفة، فلما قيل أنكم سارقون ماذا قال إخوانه؟ إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، حول ولا قوة. يعني بنيامين سرق الحين، قبله أخوه أكبر من حرامي سارق، هذا لسان حاله، وما سرق، يقصدونه هو. الآن يا أحبابي أنا بعفو عنهم، لو سمعت القصة هذه قبل ما أعفو بيومين، ولأنهم يتهموني بالسرقة وش أقول؟ والله اشرها على اللي يصفح لكم يا شيخ. لكن انظر إلى نفس النبي العظيم الكريم عندما قال فأسرها يوسف في نفسه، ما راح يقول لإخوانه بل أنتم الحرامية وأنتم اللي رميتموني، لا، ما قال هذا. ثم بعد ذلك عندما أتوا إليه وعرفوه ماذا قال؟ لما عرفوه أرادوا يعني أن يعتذروا فورا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إنك أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر. اختصار قصة يوسف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والله ما جعلت التقوى بين عينيك، والصبر الجميل باب دخولك، إلا وربي سينفرج لك كل كرب مهما ارتفع. ثم لما وقفوا قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هل طلب يوسف منهم الاعتذار؟ هل طلب يوسف؟ أختم هذه عشان لأنه في شهر شعبان وشهر ترفع فيه الأعمال، وجميل أن نعذر إخواننا وأرحامنا وجيراننا. يوسف عندما استطاع أن يبطش بهم حتى الاعتذار ما طلبه منهم، عفا دون أن يعتذروا لا تثريب عليكم اليوم. الكريم هو الذي إذا قدر لا يذل من اعتذر بين يديه. بعضهم يقول أنا أقبل عذره، لكن تجون أنتم وقبائلكم ومدري وذبائحكم، الله يحفظ، ما صار لله، هذا الإبليس، هذا للقدر، هذا لبطنك، اجعلها لله واصفح، لأنك تريد من الله أن يصفح عنك، فاصفح أيها المبارك.